شوف هو البنات شنو لقينا هنا عقرب. شي كيهز الشوكة ديالها شوف احسن علاش هزيتي الحجرة كون دابا قرصاتك كانت هنا مشات دخلات. صباح الخير البنات كيصبحتوا لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال كيف تشوفوا معايا فالصباح هذا عاد فقت كيف فقت فاليوم الجو غزال اول حاجه درت نشرت الحوايج لان البارح كانت صبات الشتاء يعني شتانيت مجهده يعني نهار الخميس اليوم الجمعه جمعه مباركه المهم اول حاجه كيف قلت لكم نشرنا الحوايج من بعد ما نشرتهم فحنا تندوزو لان كلشي مازال ناعس انا وليداتي تيفيقو بكري العاده هي العاده السبعه تيفيقو لانهم مازالين تينعسو مع 8 ديال العشيه 9 الى تعطلو طيب اليوم الزوج ديالي البيض تيبغيو على هذا الشكل هذا بواحد الطريقه سبيسيال هو اللي تيصاوبها ليهم اما انا دست درت هنا البصل الخضاريه اللي ديال غليل قطعتها درت واحد 3 ديال الحبات غسلتهم مزيان وقطعتهم مع زيت العود درت فيهم الملح ودرت الكمون ودرت الابزار وكذلك درت هاد الخلطه هذه اللي هما اللي مصاوبينها هذه قالت لي الفلفله الحاره الخضراء تيحيدوها من الارض وتينشفوها ومن بعد تيطحنوها وتتكون على هذا الشكل هذا هذه هي الخلطه اللي درت مع زيت العود كيف قلت لكم دابا مره تنحركها حتى تنزل ليا شويه فهي تجي رائعه من بعد ما غادي تنزل غادي نضيف عليها 4 الحبات ديال البيض صافي ومن بعد ما نضيف البيض فانا غادي نسمو من الفوق شويه ديال الكمون وشويه ديال الملح لان في الاول ما كثرتش الملح كيف تتشوفوا معايا وعمرت هنا بريري ديالها يكون مشحر على حقو طريقو وغادي ندوزو نفطرو على ما ينوضو البنات لان اليوم كاينين غير البنات عدوستي والشيخي كاينين في الارض كي قلت لكم من قبل صافي كيف تشوفوا معايا من بعد ما نزلت شويه تنخليها تنزل غير شويه يعني ما تنخليهاش حتى تطيح مزيان حتى انا تعجبني هذيك العضه فيها دابا غادي ندوز قبل ما غادي نخوي البيض كيف تشوفوا معايا ناشفه غادي نزيد شويه ديال زيت العود غادي نزيد شويه هكا عاد نخوي البيض باش هكا ما يتلصقش ليا عفوا باش هكا ما يتلصقش ليا البيض في القاع ديال المقله بسم الله وكيف قلت لكم غادي نقسمها من الفوق شويه غادي نزيد شويه ديال الكمون من الفوق على هذا الشكل هذا الكمون فهو مدقوق يعني تيدقوا على يديهم عاد دكاتو هذا البارح المهراس صافي وغادي نقص عليها النار من الاول فانا منقصه النار المهم البنات ها هو وجد فانا حاولت يعني نحركو غير شويه دابا غادي نمشي نفطر ونرجع لكم ان شاء الله من بعد المهم البنات من بعد ما فاقوا البنات وحنا كنا فطرنا بالحق قبل منهم فكان الجو غزال 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 لان بليل كانت صبات الشتاء وقلنا علاش لا ما نخرجوش لواحد الطبيعه كاينه تما حداهم واحد الاراضي فيها غير النخل يعني التمر وفيها كذلك الفلاحه هي قريبه من الدار ما بعيداش تقريبا بالرجل تتمشي لها تقريبا واحد 5 دقائق ما كاملاش ماشي الغليل غليل ضروري تمشي لها بالطوموبيل ولكن هذه كيف قلت لكم فهي قريبه ولكن المنظر رائع البنات خليكم معايا باش هكا تستمتعوا معايا واحد شويه وكذلك غادي نقرقبوا النبا انا وياكم خليكم معايا يلا نكملوا الفيديو الكسكسو ديال هنا سبحان الله العظيم عندهم مختلف على الكسكسو ديال بالنسبه للبنات اللي في الرباط وداكشي راه يعرفوني على الشهر نهضر حنا كسكسو عندنا ديال 7 خضار يعني بالخضره هنا لا عندهم بزاف ديال الانواع كاين كسكسو تيديروه بالقران ما عرفتش اش يقولوا لي كاع بالكرموس اللي الجاف كاين عاوتاني واحد الكسكسو تيديروه هكا بالخوخ والمشماش تيجي تا هو غزال بالخوخ تنظن ماشي المشمش بالخوخ تيجي ما تشبعيش منه اول مره ندوق كسكسو بالخوخ
ما تشبعوش منه البنات. تيديروا كذلك عاوتاني كسكسو تشهاه راجل، يعني تيتفكر ايام الطفوله. كسكسو بالفصه رائع البنات، داروا بالبصله الخضاريه وكل شيء طبيعي، ما فيه لا دواء لا والو، جا غزال. هي الفصه والبصله الخضاريه والحر ولا اروع، جا غزال غزال غزال، والله ما تشبعوا منه. كلينا فيه تبارك الله حتى قلنا الحمد لله مع اللبن، جا غزال. ان شاء الله تما نحط لكم الفيديو ديالو، كيف قلت لكم يا اما مع هذا يا اما مع الفول المدفون والدويره في غليل على حسب. المهم دابا انا تنصور ومن بعد نشوفوا المونتاج كي غادي ندير ليه. المونتاج هو اللي فيه الخدمه، وكيف عرفتوني يعني مؤخرا شي شهر هادي ما بقيت حطيت لكم حتى فيديو، والله القسم ما عنديش الوقت. حتى ملي تنخرج باش نهز البورطابل نبدا نصور تجيني شويه صعيبه، ملي نهز التليفون نبدا نصور لكم انا مشيت هنا ومشيت هنا ومشيت هنا. بصراحه ما عنديش مع نبدا نصور داكشي، يعني تنحاول نستمتع انا باللحظه، اما ملي تهز التليفون فما تيكونش هذاك الاستمتاع كما ما هاش التليفون، تيكون الفرق. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وكيف قلت لكم قبل في الزوج ديالي كان عاجه، يعني ما جاتش انني نبدا نفلوغي، وكيف عارفين انا ما تنفلوغيش بزاف. المهم دابا مع الصفرفه ضروري نصور هاد الطبيعه هادي، ضروري نفلوغ لكم باش هكا تعرفوا على المدينه ديال تنغير. حتى هي زوينه الصراحه، وخصوصا نهار مشينا لليغورج ما شاء الله، عرفتي السياح شحال مقارنه مع الصيف. كار على كار السياح فيها اكثر من الصيف، يعني الوقيته اللي تنجي انا تنجي تقريبا في الدخول المدرسي، يعني شهر 9 كنت تنجي، فدابا السياح كثارين، جات يمكن مع العطله ديالهم والله اعلم، فكثارين. عالم اخر انا زعما الثقيل، اللي بغى يبعد على المدينه يجي لنا، فالثقيل والكالم ما كاين ما احسن من العروبيه بصراحه هكا في العطله ديال الربيع، ما كاين ما احسن من بنادم يمشي ويديكونيكتا شويه على المدينه. ايوا البنات هذا هو البروغرام ديالنا. دابا حنا جينا لتنغير، راجلي قال لي نمشيو لاكادير، والله ما عرفت تكون شويه الطريق ملي تتكثروا بزاف البلايص تتعياو، ماشي بحال مشيتي لبلاصه وحده، ملي تتمشي لبلاصه وتعاود لبلاصه اخرى، وخصوصا ان البعد من هنا لاكادير بحال من هنا الرباط، يعني تايا شي 10 السوايع حتى 12 ساعه. كنا تنديروها قبل تنجيو لهنا وتنكملوا الطريق عاوتاني من هنا تنمشيو لاكادير تنوصلوا حتى الليل، خصوصا هنا ملي تنبغوا نخرجوا تنخرجوا تقريبا حتى نحاولوا ما نزربوا 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 تنخرجوا حتى 12، واخا نفيقوا بكري ما عرفتش علاش، هذه هي قاعدتنا حنا. سبحان الله ملي تيكونوا الدراري تتبدا هز هذه هز هذه، واخا تكون توجد البوالز ديالك كاملين بالليل، ملي تنوض الصباح من هنا لهنا لهنا تتلقى الوقت داز، يعني 11 12 عاد تنخرجوا ملي تنشدوا الطريق، تقريبا 12 الوحده عاد توصلوا ديال الليل تنوصلوا لاكادير، يعني شويه قاصحه. واليوم راه الخميس وغالبا ما نمشيوش غدا اللي هي الجمعه، لان الاخ ديالو جاي اليوم، يعني ضروري نجلسوا معاه واحد النهار. ايوا يعني السبت ولا الحد ان شاء الله غادي نسدوا الطريق، فما عرفناش. باغا نمشي كذلك للسطات تاي، باغا نمشي ندوز فيها شي يومين نشوفوا تما الاجواء كي دايره ونشوفوا العائله، فبان ليا غادي نخليوها نهار اخر عطله اخرى ان شاء الله. ايوا هادشي اللي عطى الله البنات، نتمنى انكم تكونوا كيف قلت لكم من قبل استمتعتوا معايا، وتنظن ان هنا في الجنان غادي نحبس الفيديو هنا باش هكا ما يكونش الفيديو طويل، وتنظن ما عمري ما بقيت شديت شي فيديو بقيت تنهضر معاكم، فديما يا اما تيكونوا وصفات يا اما تيكونوا، يعني ما عمري ما جلست وبديت نهضر معاكم بحال هكا، يعني تنحس بكم بحال اللي جالسين حدايا ومجمعين بحال شي خواتاتي مجمعه معاهم وتنهضر معاهم. هادشي اللي كاين البنات. ايوا من هنا العشية نشوفوا شنو كاين البروغرام ديال اليوم، فاحنا غادي نمشيو عند خال الزوج ديالي، وبصراحه تما عندهم دنيا زوينه، يعني البني بالتراب وداكشي، نبغي نصور لكم حداهم الجنان اكثر من هكا، يعني الخضوريه فيه اكثر من هكا، حيت تما عندهم السقي تما، وبصراحه ما عرفتش يعني البني القديم وما ساكنين في البني القديم، ما عرفتش واش نقدر نفلوغي لكم ولا لا، خصوصا انا راكم عارفين ما تنقدرش نفلوغي مع العائله، فهمتوا كيما مع عائلتي كيما مع العائله ديال الزوج ديالي، انا ما تنبغيش، اما راه تقدر تقولها اليوم يقول لكم ماشي مشكل. وكان كذلك عرس في العرسات ديال هنايا
علاقة البنات مع العراسات ديال المدينة ديالنا، ديال الرباط وديال النواحي، مختلف تماما كل الاختلاف. فكان عرس، والصراحة حضرت بزاف العراس ملي درت اليوتيوب، ولكن الصراحة ما تجينيش نهز التليفون نصور، وخصوصا هنا الناس يعني اكثر يا الناس الكبار تيهضروا بالشلحه، يعني ضروري خاصني ناخذ لوتوريزاسيون عاد نحط ليهم، لان يكونوا التصاور ديالهم، فما تجينيش نحط الحاجه بلا ما ناخذ الموافقه ديال الشخص اللي غنحط ليه وجهه في الفيديوهات. كاين اللي ما يبغيش، كاين كل واحد وشنو، كاين اللي يجي عادي. فلهذا البنات تنحاول نيفيتي كاع هذا الموضوع هذا، باش نكون هانيه بلا ما تحرجي الناس معاك. مهم البنات، فاحنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا ودوستوا يعني وقت زوين، ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، تهلاو في راسكم، وما تنساوش تخليوا لايكات الى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكذلك بالنسبة للناس الجدد في القناة فما عليكم الا تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش دائما تشوفوا الجديد ديالي. ويلا نشوفكم، السلام عليكم. انا بغيتي تشوفي داك سميتو الكرمة اللي كدير هادو، راه كاينة عند عمي. ماشي كرموس، ماشي داك الكرموس اللي كتعرفي.